اتأخرت ليه؟ الفجر ده نومي قربت تصحى. وانا من اهل زكاة امك عشان نفضل ربع العدويه. بقول لك ايه، ما تفكك من امك وخلينا فيك انت. ما تيجي نظبط بالسريع في العربيه، انا راكن قريب. عليا نعمه، انت ما عندك دم. احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني بذمتك، ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هالي؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بقى، شوفيها بقى. هند، يا هند، هند، هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ يعني مش عارفه نتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من الاول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جو الافلام العربي اللي عشالي فيه ده وعملي فيها دور فاتن حمام. لا وحيه امك، انا صحت الجد اعملك فيها نبيل عبيد وعملك في المرأة والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوى دي، بس الحوار هياخد لي يومين. والله العظيم انا غلطانه، انا طوعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس ونفكر. بس يا مصطفى جتك القرف، انا لازم ارجع. هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعدي اقعدي، مش عارفه اتصرف. بالراحه كده احكي لي ايه اللي حصل. انت سمعت؟ سمعت. احكي ما تخافيش. يا ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البنت هندي مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين. هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عوايده تخرج في ميعاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الارياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، اول مره تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عوايز يعني سليم بيه يخرج في ميعاد زي ده. تعال. ومن ساعه ما عرف ان انا حامل وانا حاسه ان هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورق العرفي دي فين؟ معاه. حرك السود. انتي مفيش دماغ، ما بتفكريش؟ وانا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي وبتقعد تنقف في البيت يمين وشمال. فالحه يا اختي، فالحه. اسلم، انا لازم اتصرف في المصيبه اللي انا فيها دي. النبي ما تخافيش، انا هتصرف، ما تخافيش. بس انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتنا. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزاني اعرف؟ لا يابا عايش انت، انا مهدود وعايز اروح انام. ايه نسوان وقعت عليهم منين دول يا ابن الحرام؟ يا ابن اللعيبه، لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابني اللي مهدود؟ اديني جايلك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، روحي عليكي يا بنت، تموت واخلص مني. هموت في
ايدك يا ماما. يا ريت تموتي ماما. يا ماما خلاص يا كريم. يا كريم عملت يا كريم. هي دي المكافاه. هي دي المكافاه. اقول ايه لابوكي؟ اقول ايه لابوكي لو جاي؟ اقول سامع سامع يا باشا. خلاص بقى وحيد اللي مش كده بقى. سامع بيه خليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها. يا كلبة. قالوا تعالوا نتفرج على شو حاوز عليهم. ها؟ كنت نايم انا ولا بس فين؟ انا كنت فين لما اتجوزتي؟ انا كنت فين؟ قولي لي. بس يا مهند بقى كنت فين؟ خلاص بقى. بتكفيني؟ يا بابا والله اخرسي اخرسي ما اسمعش صوتك. اخرسي يا كلبة. ضيعت سنين عمري عليك. ضيعت شبابي كله عليك. دي المكافأة؟ دي المكافأة؟ والله العظيم يا ريتني اسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي يحاسبني عليك. يا سليم فوق. خلاص بقى وحيد الا بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزة عرفي؟ انت مصدقة نفسك انك متجوزة يا بت؟ يا بت انت قاصر. يا بنت انت ليا جوزك اتجوزي نفسك شرعي. لما تجوزي نفسك عرفي. انت قاصر يا بنت. يعني انت اتجوزي ومعاكي ولي امر. الورقه دي بالله وتشربي ميتها. خلاص بقى. دخل عليكي وحبلك بورقه بالله وتشربي ميتها. خلاص يا ماما. خلاص خلاص. خلصت روحي. خلاص يا حنان. خلاص بقى. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق. سيبني عايزه اقطعها. خلاص بقى. أنا عايزه البندقيه موتها. اقعدي يا حنان. اقعدي واهدي بقى. اه اقعد اشرف نتصرف مش كده. ده انا ما استخسرتش حاجه فيهم. انا كل حاجه عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمه الهدمه الضحكه عشان اربيهم. دي المكافاه؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمه على وداني؟ كنت فين؟ هنا محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيكي. ولو انتوا عندكم بنات انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف. حتى الورقه دي مش معاها. عايزه اموتها، عايزه اضربها بالنار. صلي على النبي بقى. ابراهيم اطلع حاجه تشربها كده عشان تهدى ونعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. ستي كله هيتحل، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. اهدي انت بس. طب فهمينا ايه اللي حصل بدل ما انت عماله تعيطي كده. طب خلاص خلاص اهدي. طيب هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص. طيب خلاص بقى اهدي، بطلي عياط. خلاص بقى عشان ما تموتش انا كمان. بس بقى فكرة بقى مهند مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت بس ما غلطتش لوحدها، فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جرها للغلط احنا كمان هنجر ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بيه؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اتجوزها وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي. ابوه اغنى واحد في البلد. نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهورية مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ أبوه. مش أنت بتقولي أبوه كبير البلد؟ نروح ونتكلم معاه. والله أنت طيب أوي يا سليم بيه، وابن ناس أوي ومتربي أوي. أنور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر. هيرضى يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن؟ هو بيقول عليا كده إن أنا بيعت لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافية ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله. بس لازم نهدى. نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي كله هيتحل ان شاء الله. اهدى. ايه ما هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر. يا ريتني كنت اعرف. ما
كانش ده يبقى حالي. قمت عليكي، قمت عليكي يا هند، قمت عليكي تعملي فيا كده. والله العظيم يا ماما كان حرام عليكي. انا تعبت قوي، تعبت قوي لغايه ما كبرتكم. حقك علي، انا استاهل الدم. النبي يا ماما تزعلي مني، انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولاية وغلابة وربنا عالم بحالي، محلولة من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربية دي حاجة؟ ايوه يا بيه امال، اذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها احنا مش هنعرف نقضي. يا عم انا قصدي عجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لا؟ والله يا بيه انا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما اعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها انت. ربنا يسترها. طب بقول لك يا ابراهيم. ايه بيه؟ انت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ امال يا بيه، ده شرف وانا عندي ولايه وبنات. انا اي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعه الجد احنا جدعان قوي يعني، ما يهمكش. ماشي، ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. ماشي يا بيه. ها خدت الفلوس؟ حرونار في جتتك. ندم على ندمهاش يا ابو الحاج. احنا بقى لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت، والمفروض ان انت اللي هتهزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني كفايه اللي دفعته. جرايه يا ابو الحاج، وانت مش كبرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا عازمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كفى الله الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مسؤولت قبل كده، مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق ونمشي كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت، واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطة اللي احنا فيها. بس لسه مشكلة صغيرة قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا؟ مشكلة؟ مشكلة ايه؟ صلاح الطوخي. مش ده الضابط بتاع التفتيش اللي في الداخلية؟ اهو الراجل ده بصراحة ربنا رزل. الله ينور عليك، رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لأن الراجل ده فيما يبدو إن عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك، واتكلم مع المرحوم رفاعي، واخرها زار زناتي في المستشفى. انا مش عاوزكم تقلقوا، احنا محدش هيقدر يهاوب ناحيتنا، بس بيقولوا برضو ان العار اللي ما بيصيبش يدوش، واحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. جرايه يا سياده النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت. عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضيه دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، اي حاجه. والنبي حد كان قال لك عليا ان انا وزير الداخليه ولا ايه؟ لا بس انت بمقام 50 وزير، وما كنتش قادر تعملها ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعه صلاح الطوخي لو انتهى من القضيه دي نقدر نقول مبروك، ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا ايه؟ يبقى لازم يبعد حماد. الو ايه يا حوده؟ طمني، ايه الاخبار؟ انا حماد. انت فاكرني البلطجي اللي بتأجره على ضباط الداخليه كل مره واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقوله برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا،
أنا كل اللي أنا أقصده إن سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبة اللي أنا فيها دي تنزاح. صلاح التوخي إيه اللي عايزنا أخلصك منه؟ صلاح التوخي ده عميد في التفتيش، أبوه ليه على المعاش؟ هتفوق كده وتصحى حماد. بصراحة الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وأنا أوعد سعادتك ده هيبقى آخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعيد عني يا حماد، أنا عملت لك اللي فيه كفاية، والآخر مرة أنا بحذرك عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي إن يجي اليوم اللي تتلطف فيه لطة تضطرني إن أنا أبيعك وأغسل إيدي من دمك. وانسى موضوع سليم الأنصاري ده خالص. تفتكر يا سيادة اللواء سليم هيحاكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا أكتر ما احنا معكوكين.